هنبدأ النهاردة ونعمل مراجعة عامة على الوحدة الأولى والثانية الترم الثاني الصف السادس الابتدائي. نيجي مع بعض كده على درس درس ونحل أسئلة عليه. طبعا نكون مجهزين قلم وورقة عشان نكتب الإجابات مع بعض عشان لما تحب نرجع لها تاني. يحتفل المسيحيون بأحد الزعف كل عام أو يوم أحد الشعبين في الأحد السابق لحد القيامة. نمرة 2 أن دخول السيد المسيح أورشليم فرش جميع ثيابهم وحملوا في أيديهم زعف النخل وأغصان الأشقار. مكتوب بيت بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. أعلن السيد المسيح أن يهوذا الإسقليطي هو الذي سيسلمه لرؤساء الكهنة. هذا هو دمي الذي العهد الجديد الذي يسفك من أجل الكثيرين لمغفرة الخطايا. وصلنا لابن داود مبارك الآتي باسم الرب. وصلنا في الأعادة. دخل المسيح أورشليم راكبا على أتان. استقبل الناس السيد المسيح بفرح ففرشوا ثيابهم على الأرض وحملوا على أيديهم أغصان النخيل أغصان الشجر وزعف النخل. عندما دخل الرب يسوع الهيكل طرد الباعة والصيادلة. وفي يوم خميس العهد عد التلاميذ الفصح كما أمرهم الرب. التلميذ الذي قام بتسليم السيد المسيح هو يهوذا الإسقليطي. ثم قام الرب يسوع من العشاء وغسل أرجل تلاميذه. وأعطاهم الرب يسوع مثالا عمليا في التواضع. أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وعد التلاميذ وقال خذوا كل هذا هو جسدي. واخذ الذي العهد الجديد واخذ الكأس واعطى التلاميذ وقال له قال قائلا اشربوا منها كلكم لان هذا هو دم الذي العهد الجديد الذي يسفك من اجل كثيرين من اجل لمغفره الخطايا. ثاني أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال خذوا كل هذا هو جسدي. وأخذ كأس وشكر وأعطى التلاميذ قال اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي العهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين من مغفرات الخطايا. يطلق أيضا على عشاء الرباني عشاء الرب التناول مائدة الرب وشركة جسد المسيح. نمرة 16 كان يهدف الجمع للسيد المسيح. وصلنا لابن داود مبارك الآتي باسم الرب. وصلنا في الأعلى. أعطى السيد المسيح بغسل أرجل التلاميذ مثالا عمليا في التواضع. أقام المسيح الفصح أولا في العلية ثم غسل أرجل التلاميذ ثم العشاء الرباني. دخل المسيح أورشليم في صمت غلط. طرد المسيح الباعة والصيادلة من الهيكل صح. غسل التلاميذ أرجل المسيح غلط طبعا العكس المسيح اللي غسل أرجل التلاميذ. يطلق على عشاء الرباني مائدة الرب صح. تم تأسيس الإفخارستية في خميس العهد صح. أهمية العلية تعود لتأسيس الإفخارستية غلط لأن العلية كمان المسيح ظهر فيها بعد القيامة وكمان غسل أرجل التلاميذ وكمان حل فيها بحق قدس على التلاميذ. الصياريخ هم من يبدلون العملة صح. الفصح من أعياد اليهود اللي يحتفلوا فيه بذكرى خروجهم من مصر صح. قام الناس بفرش ثيابهم أمام الرب يسوع فرحا به صح. نحتفل بأحد الزعف في الأحد التالي لعيد القيامة غلط. الحد التالي لعيد القيامة اسمه حد توما. الحد اللي فيه المسيح ظهر توما هو مكان المسامير والحرب. أما الحد السابق للقيامة هو أحد الصعب أو أحد الشعامين. قام المسيح بتعليم تلاميذه التواضع وغسل أرجلهم صح. قام الرب يسوع دخل الرب يسوع أورشليم راكبا على أتان صح. أعلن الرب يسوع عن الذي سيسلمه من التلاميذ صح. كان المسيح في دخول أورشليم داخل كملك صح. تناول المسيح العشاء الرباني أولا ثم الفصح غلط.
الفصح وبعدين غسل الأرجل وبعدين العشاء الرباعي. دخل المسيح أورشليم قبل القيامة بثلاث أيام ولا سبعة أيام ولا 11 يوم، طبعا سبعة أيام. ركب المسيح على أتان وهو داخل أورشليم كملك ليعلمنا تواضع. فعل المسيح الذي سلمه الرؤساء كان هو يهوذا. صنع المسيح الفصحى مع تلاميذه قبل تناول العشاء الرباني ولا بعد ولا أثناء، طبعا قبل. تناول المسيح العشاء الرباني مع تلاميذه بعد طبعا غسل الأرجل. احنا الترتيب كده، الفصح بعدين غسل الأرجل وبعدين العشاء الرباني. نخلي بالنا من الترتيب ده. رتب الأحداث زمنيا. ذهبت الميزان ليعد الفصح. أخذ المسيح الخبز وشكر. مجيء المسيح في موقف الأورشليم. دخول المسيح الهيكل. ذهبت الميزان لإحضار الإتيان. صنع المسيح الفصح. كتاب الجماهير. طيب لما نيجي نشوف أول حاجة هي ذهبت الميزان الأول لإحضار الإتيان دي نمرة واحد. تمام. بعد كده المسيح جه دخل في موقف في أورشليم. تمام. لما الجماهير قعدت تهتف وتقول مبارك الذي اسم الرب. تمام. بعد كده المسيح دخل الهيكل. عمل ايه؟ طرد السحرقة والباعة وبعت الحمام. تمام. بعد كده ذهب التلاميذ علشان يعدوا الفصح. تمام. بعد كده المسيح عمل ايه بقى؟ صنع الفصح لتكميل الناموس. تمام. بعد كده غسل ارجل التلاميذ. ماشي. بعد كده قال هذا هو جسدي. أخذ الخبز وشكر وبارك وقسم، يبقى دي إيه؟ تسعة. وآخر واحدة عشرة لما قال هذا هو جسدي الذي وهذا هو دمي الذي عهد الجديد. تمام؟ طيب اللي بعد كده، أعطى المسيح تلاميذه، أعطى السيد المسيح لتلاميذه جسده ودمه الذي للعهد الجديد، يبقى نمرة خمسة. دخل المسيح أورشليم راكبا على أتان. ثلاثة. هتف الجماهير وصلنا لابن داوود. نمرة ستة. دخل المسيح الهيكل لتطهيره من السارفة والبعد الحمام. صنع المسيح الفصح ليكمل الناموس. نمرة أربعة. غسل المسيح أرجل التلاميذ ليعلمنا التواضع لكل مثال للتلاميذ. طيب أجيب عما يأتي، بماذا كان يهتف الجميع للسيد المسيح وللنساء؟ كانوا بيهتفوا يقولوا إيه للسيد المسيح؟ وصلنا لابن داوود مبارك الآتي باسم الرب وصلنا في الأعلى. يا ترى ليه كانوا بيهتفوا كده للسيد المسيح؟ لأنه كان الأطفال والناس فرحانة بدخول السيد المسيح لأنه هو المسيح المنتظر. تمام؟ وطبعا لانه كان عمل حاجات كتيره من المعجزات والتعاليم، فكان كل الناس بتحب السيد المسيح. ماذا صنع المسيح قبل العشاء الرباني يوم خميس العهد؟ طبعا اول حاجه عملها هي الفصح، ثاني حاجه غسل ارجل التلاميذ، بعد كده العشاء الرباني. مكتوب بيت بيت الصلاه يدعى. مين اللي قالها؟ السيد المسيح قالها لمين؟ للدعاء والسارقه وباعت الحمام في الهيكل. لماذا غسل المسيح أرجل التلاميذ؟ ليعطينا مثال وقدوة بذاته على التواضع. ما هي ألقاب العشاء الرباني؟ مائدة الرب، سر الخبستية، التناول، سر الشكر، شركة الرب والعشاء الرباني وشركة جسد الرب. تمام؟ نشوف الدرس الثاني من الوحدة الأولى. قال السيد المسيح ليس كما أريد أنا
بل كما تريد أنت. كان السيد المسيح يصلي في بستان جسماني بينما التلاميذ نائمون، وظهر له ملاك من السماء ليقويه. قال السيد المسيح لتلاميذه: اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. عندما جاء يهوذا الإسخريوطي مع الجند ليلا، قال لهم المسيح: أبكم لا تسلم ابن الإنسان. بعد أن أمسكوا الرب يسوع ذاهبا به إلى دار رئيس الكهنة قيافة ومعه تلميذه يوحنا، المسيح الوحيد اللي فضل معاه لحد ما دخل في دار رئيس الكهنة قيافة هو كان يوحنا الحبيب بس. بطرس اللي يتبعه من بعيد وأنكر. حكم بيلاطس على الرب يسوع بصلبه مع للصين، وأطلق سراح برباص. قاس السيد المسيح محاكمته ألما نفسيا وجسديا. في يوم الجمعة تم صلب المسيح في موضع يسمى الجلجوثة. نمرة 9 بتائق اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. نمرة 10 أسلم السيد المسيح الروح بعد أن طال قد أكمل متمما عملية الفداء. نمرة 11 قام يوسف الرامي ونيقوديموس بتكفين جسد الرب ووضعه في القبر الجديد وأدحرج حجرا على بابه. قام بطرس بقطع أذن عبد رئيس الكهنة اسمه ملكس، وقام الرب يسوع بلمسه وشفاه، لمس أذنه وأبرأ. خاف بيلاطس على منصبه فأمر بجلد يسوع وصلبه بعد أن غسل يديه بالماء وقال إنه بريء من دمه. نمرة 14 قبل الرب يسوع توبة المسلمين قائلا: إنك اليوم تكون معي في الجنة. نشوف الصح والغلط. كان الرب يسوع يجد آلامه حزينا يعاني آلاما نفسية، صح. كان الرب يسوع في بستان جسمان يصلي مع تلاميذه طول الليل، والمسيح كان بيصلي لكن تلاميذه كان نايم، بس هو كان بيصلي. أسلم يهوذا الإسخريوطي السيد المسيح مقابل 50 غلط 30 فضة. قام بطرس بقطع أذن رئيس الكهنة فلمسها الرب وأبرأها، صح. حاول بطرس تبرئة الرب يسوع، حاول بيلاطس تبرئة الرب يسوع لكن الجموع طالبوا بصلبه، صح. صلى المسيح ومعه نصين منهم برباس ولاطس. برباس طلع من الحبس بدل المسيح، ونص اليمين ونص الشمال. نص اليمين كان اسمه ديميس. قبل السيد المسيح توبة المسلمين وقال له: إنك اليوم تكون معك الفردوس، صح. تشتت التلاميذ بعد إلقاء القبض على الرب يسوع، صح. قام بطرس بإنكار معرفته بالرب يسوع لم يكن، غلط وتائه. أما رب لوطس بجلد الرب يسوع وصلبه خوفا على منصبه، صح. أما رب لوطس بجلد الرب يسوع بصلبه في موضع اسمه جسماني، لا، هو اتصلب في موضع اسمه جلجوثا. الجسماني ده البستان اللي كان المسيح بيصلي فيه. عندما شاهد قائد النائم شفاط الهيكل حجاب الهيكل قال: حقا هذا كلام الله؟ لا، لما شاف انشقاق الشمس اللي ظلمت وانشقاق الحجر تمام، ولما نزل دم وماء من جنب السيد المسيح. قام رؤساء الكهنة بوضع حراس على القبر وختموا الحجر، صح. قام سمعنا القيروان يتكفين جسد الرب يسوع بكتان نقي وأطيابه ووضعه في القبر جديد، غلط. اللي عمل ده هو يوسف الرامي، مش سمعان القيروان. سمعان القيروان شال الصليب عن السيد المسيح لأنه وقع تحته كذا مرة. أسلم يهوذا الإسخريوطي المسيح مقابل 30 فضة. الذي أنكر معرفته بالمسيح في دار رئيس الكهنة هو بطرس.
قاس المسيح في محاكمة الاستهزاء وهو من الآلام نفسية. الذي قام بتكفين المسيح ودفنه هو يوسف الرومي، كان حقا كان هذا هو ابن الله. طبعا اللي قالها هو قائد الماء الذي قام بحمل الصليب عن الرب يسوع سمعان القيروان الذي انكر سيده بطرس. الذي قام باعتراف الخطايا هو المسيح اليمين. فنرتب الحوادث الاتيه. طبعا اول حاجه هي صلاه السيد المسيح في بستان جسيماني، صلاه المسيح في بستان جسيماني، بعدين تقبيل يهوذا، قطع بطرس اذن رئيس الكهنه، ثلاثه. بعد كده المسيح في دور رئيس الكهنه، تمام. بعد كده بيلاطس حكم على المسيح بالموت وصلبه، المسيح صلبه مع الستين بنمرة ستة، الشمس اتلمت بنمرة سبعة، موت المسيح الصليب بنمرة تمانية، إمام قائد المئة بنمرة تسعة، آخر واحدة دفن الرب يسوع في قبر جديد بنمرة عشرة. تمام. طيب تعالوا نشوف السؤال الخامس. السيد المسيح قال ايه؟ يا بتائح اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. قائد الماء قال حقا كان هذا ابن الله. يوحنا لم يتخلى عن المسيح. بطرس أنقر المسيح وقطع أذن عبد رئيس الكهنة. يهوذا الإسخريوطي أسلم المسيح في 30 من خطة. بيلاطس حكم على المسيح رغم إن هو عارف إنه بريء. تعالوا نشوف بقية الأسئلة. من قائل هذه العبارات ولمن قيل؟ ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. قالها السيد المسيح للآب السماوي. فين؟ في بستان جسيماني، مناسبة لأنه كان يعاني آلاما جسدية ونفسية بسبب الصليب. معرفة أنه سيصلب. يا أبتي اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. المسيح على الصليب لصليبين. إنك اليوم تكون معي في الفردوس. أنا المسيح اليمين. لأنه تاب واعترف بخطاياه. إنك اللي حقا كان هذا ابن الله. قائد الماء لما شاف الدم والماء اللي نازل من جنب السيد المسيح، تمام. والشمس اللي اتلمت والسطور اللي اتشققت. ماذا فعل المسيح تجاه نوم تلاميذه في البستان؟ قال لهم ايه؟ اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. هل تصرف بطرس بطريقة صحيحة مع عبد رئيس الكهنة؟ طبعا لا. ماذا فعل الرب؟ الرب يسوع قام بإجراءه وشفاه. أين ذهب الجند بسيد المسيح ليلا لما أخذوه من بستان جسيماني؟ أخذوه لدار رئيس الكهنة قيافة. أين كان التلاميذ في محاكمة المسيح؟ ومن الذي لم يتخلى عنه؟ التلاميذ هربوا وتشتتوا بعد ما اتقبض على سيد المسيح. الوحيد اللي ما تخلف عنه هو يوحنا اللي فضل معاه، أما بطرس كان بيتبعه من بعيد. نمرة ستة، ماذا كان حكم بيلاطس على المسيح؟ وما هو طلب رؤساء الكهنة والشعب؟ حكم بيلاطس على المسيح كان إنه يصلب، يجلد الأول وبعدين يتصلب، تمام؟ وبعد كده طبعاً غسل إيده علشان يعلن إنه بريء من دمه، ويطلب رؤساء الكهنة إنه يخرج باراباس ويصلب المسيح. ماذا فعل بيلاطس إزاء الجموع بصلب المسيح؟ قال إن هو هيجلده بعدين يطلقه، فلما صرخوا أكتر بأنهم عايزين باراباس ويسلبوا المسيح، فغسل إيده وأعلن إنه بريء من دمه. أين صلب المسيح؟ في الجلجوزة.
ماذا كتب بيلاطس عنوان على الصليب؟ يسوع الناصري ملك اليهود. ما هي الأحداث اللي صاحبت موت السيد المسيح؟ ظلام الشمس والصخور تشققت، وانشق حجاب الهيكل من فوق لتحت. كان في ظلام من الساعة الثانية عشر لحد الساعة الثالثة، الساعة الثالثة تمام، كان من الساعة 12 لحد الساعة 3 اللي هي التوقيت الساعات عندهم، كانت من الساعة السادسة لحد الساعة الثالثة. من الذي تم دفن السيد المسيح؟ يوسف الرامي ونيقوديموس. ماذا فعل رؤساء الكهنة؟ طلبوا من بيلاطس أن يعين حراس على القبر ويلتموه بأختين حتى لا يأتي التلاميذ ليلاً ويسرقوا جسده. كما تفسر قبلة يهوذا للرب يسوع لأنها العلامة اللي اتفق معها مع رؤساء الكهنة إن ده العلامة اللي هيبوسوا أو القبلة اللي هيديله القبلة هو ده السيد المسيح هيمسكوه، لأن الكهنة طبعاً كان ظلام في البستان الجسماني، فهي دي كانت العلامة. بكاء بطرس لا إحساسه بالندم على إنكاره للسيد المسيح فتاب وبكى بكاء مرعب. غسل بيلاطس بنطي يداه بالماء ليعلن انه بريء من دم السيد المسيح. في الدرس اللي بعد كده قيامة المسيح. أنتم تطلبنا يسوع المصري قد قام ليس هو هنا، ذهبنا وقلنا لتلاميذه وبطرس انه يسبقكم الى الجليل هناك ترونه كما قال. اخبرت مريم المجدلية ان يوحنا وبطرس ان القبر زائد. قال المسيح انه ينبغي ان ابن الانسان يتالم كثيرا ويرفض ويبطل وفي اليوم الثالث يقوم. رؤساء الكهنه وضعوا حراس على باب القبر وخدموا القبر بحجر، لكنهم لم يمنعوا رب المجد من القيامه من الموت. كان الحراس شهود عليهم، ولكن رؤساء الكهنه اعطوهم فضه كثيره ليقولوا ان تلاميذ المسيح اتوا ليلا وسرقوهم اياه. اذا مستحى الغلط. المريمات اتينا الى القبر وهن يعرفن ان الحجر قد تحرق. لا طبعا كانوا بيسالوا مين اللي هيشيل لنا الحجر. بشرت مريم المجدلية بطرس ويعقوب بالقيامة؟ لا، يوحنا وبطرس. عندما دخل بطرس القبر وجد الأكفان موضوعة والمنديل في موضع وحده، صح. قال المسيح لتلاميذ أنه سيتألم ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم، صح. لم يقدر الحراس المسؤولة وتركوا القبر وناموا، لا هم فضلوا سهرانين قدام القبر. وشهدوا وهم من الشهود العيان على الديان. شهدت حراس المسيح قد قام واخبروا رؤساء الكهنه بذلك، صح. وعد رؤساء الكهنه الحراس ان يستعطف الوالي لكي يعفى عنهم، صح. ولدهم كمان في التكتير. من الشخصيات ذهبت الى القبر ذاك الاحد مريم المجدلية تسالنا من يضحي بهن الحجر؟ المريمات. رأت النسوة عند القبر، والحجر قد ضحك الملائكة. أخبرتهما مريم المجدلية أن القبر خال يوحنا وبطرس. أخبروا رؤساء الكهنة والشهود عيان بقيامة المسيح الحراس. اختلقوا أكذوبة عن سرقة جسد الرب يسوع وأعطوا الحراس فضة كثيرة رؤساء الكهنة. الملائكة قال قد قام ليس هو هنا. مريم المجدلية ذهبت إلى القبر بكير جدا كمازد. بطرس أول من دخل القبر وشاف الأكفان. يوحنا كان مع بطرس في دخوله القبر. رؤساء الكهنة اختلقوا أكذوبة وأعطوا الحراس فضة. الحراس كانوا شهود عيان للإله. أجل عميات. متى قام السيد المسيح؟ فجر الأحد. لماذا ذهبت المريمات إلى القبر؟ ليقدمن الحنوط ويزوروا قبر السيد المسيح. ما المشكلة التي كانوا يفكرون فيها؟ من يدحرج لهم الحجر؟ لما تفسر وضع حراس على القبر الرب يسوع ختم الحجر لأن
رؤساء الكهنة هياخد نيات التلاميذ لين ويسلكوا الجسد، فطلبوا من بيلاطس فضل خلاص الختم والقبر وحجر الأرض. من الذي دحر بالحجر؟ الملائكة. أنت بعد قيامة السيد المسيح. ماذا قال للملائكة المريمات؟ ليس هو هنا لكنه قام كما قال. ماذا رأى بطرس داخل القبر؟ الأكفان مرتبة والمنديل لوحده. هل استطاع رؤساء الكهنة بوضع الخراس على القبر لمنع قيامة المسيح؟ لا طبعا، لا يدريش إن هو قيامة المسيح، لأن المسيح قام والقبر مغلق أصلا. تمام؟ والملاك دي هيضحى بالحجر عشان يعلن للناس قيامة المسيح. بالنسبة لبطرس رأى إيه داخل القبر؟ شاف الكفن. إحنا عارفين إن المسيح كان فيه كفن، الكفن يوحنا يوسف الرامي ونيقوديموس كفنوه بكتان نقي، فالكتان كان مشى طويلة كده ومتنية، فدي المسيح قام واتحط في الحوضة زي ما هي، وفي منديل بيبقى مربوط على راس الميت من عوايد الدفن. فالمنديل كان لوحده والكفن نفسه كان محطوط برضه في نفس وضعه. تمام؟ لو عملنا سيرش على النت على كفن المسيح هنشوفه، وهنشوف ازاي ان المسيح قام بقوة كبيرة جدا لدرجة ان صورة جسد المسيح اتطبعت على الكفن وموجود لحد دلوقتي في كنيسة تورنتو في ايطاليا. بماذا وعليه؟ طبعا كتب كتير اتكتبت وفي ابحاث كتيرة وبتأكد ان ده كفن المسيح وعليه الصورة بتاعته ظاهرة. تمام؟ لماذا تفسر اعطاء الحراس بدة كثيرة؟ حتى يجذبوه ويختلقوا وجذوب ان المسيح ان تلاميذه جم ليلا وصرفوا جسده. لماذا تفسر دحرجة الملاك الحجر ليعلن للناس قيامة المسيح؟ هل أجذوبة الحراس تم تصديقها؟ لا طبعا، حد صدق. السؤال الرابع، الدرس الرابع من الوحدة الأولى، طوبى للذين تباركوا وتمتعوا برؤية وقيامة قيمته ولم يروا. نقولها تاني، طوبى للذين تباركوا وتمتعوا برؤية قيامته ولم يروا. مريم المجدلية هي أول شخص ظهر له الرب يسوع بعد القيامة، وتعتبر أول من كرز وبشر بالقيامة. تمام؟ ظهر الرب لاثنين من تلاميذه يسيران في قرية بعيدة عن أورشليم اسمها عمواس، وقف المسيح في الوسط وقال لهم سلام لكم، وأراهم يديه وجنبي. هات إصبعك إلى هنا وإبسل يدي، وهات يدك وضعها في جنبي، لا تكن غير مؤمن بل مؤمن. قلنا تاني، هات إصبعك إلى هنا وإبسل يدي، وهات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمن. ظهر المسيح لتلاميذه بعد القيامة 30 يوما. غلط، ظهر بعد 40 يوم لتلاميذه. أول من ظهر له المسيح بعد القيامة مريم المجدلية. صح. ظهر المسيح لتلميذي عمواس على شاف الطريق. غلط، ساعة كسر الخبز. كانت علامة معرفة تلميذي عمواس عندما ضرب وكسر الخبز. صح. لم يصدق توما بقيامة المسيح فظهر الرب للتلاميذ بوجوده. صح. ظهر الرب للتلاميذ مجتمعين في العلمية 3 مرات. لا، أكثر من مرة طبعا. ظهر المسيح لتلاميذه قبل صعوده على الجبل نمرة 6 تاني 3 مرات. لا، هو ظهر أكثر من مرة. تمام، هي غلط. ظهر المسيح لتلاميذه قبل صعوده على الجبل. طبعا كان معاهم، وكان هم كانوا موجودين كمان معاه ساعة صعوده على الجبل. ظهر الرب يسوع يظهر لتلاميذه وأحبائه خلال 40 يوم. تعتبر مريم المجدلية أول من ظهر لها الرب يسوع. توما لم يصدق بقية التلاميذ عندما أخبروه بقيامة الرب يسوع. عدد التلاميذ عند ظهور الرب يسوع في أول مرة في العلية طبعا كانوا 10. ليه؟ لأن توما ما كانش موجود، ويهودا الإسخريوطي كان خلاص طلع بره التلاميذ، يبقى كده كانوا 10.
بعد صعود المسيح ظهر التلاميذ ملكان يبشرون التلاميذ بمجيء الرب يسوع مرة تانية للأرض ويدخلهم الملكوت. تمام. بشرهم الملكين اللي بشروا التلاميذ بعد صعود المسيح بمجيء الرب يسوع تاني مرة تانية يعني للأرض، وانه راح عشان يعدينا المكان في الملكوت. يتم زي عمواس عارفين ساعة كسر الخبز من الثلاثة. تلاميذ الرب يسوع في غياب توما أراهم يدعيه وجنبه ففرحوا. توما لم يصدق باقي التلاميذ. مريم المجدلية أول شخص ظهر له الرب يسوع. صعد الرب يسوع عند جبل الزيتون. كم يوم ظهر السيد المسيح لتلاميذه بعد القيامة؟ 40 يوم. ليه؟ ليعلمهم كل نظم الكنيسة ونظام الكنيسة من القداسات وكسر الخبز وكل الكلام ده، ويأكد عليهم إن هم يبشروا باسم الآب والإبن والروح القدس. وبعد كده هيقعدوا 10 أيام في العلية وينتظروا حلول الروح القدس. اذكر بعض ظهورات المسيح بعد قيامته. ظهر لمريم المجدلية، ظهر للتلاميذ من قبل توما، ظهر للتلاميذ مع توما ولتلميذي عمواس، واكثر من مره بقى في العليه. تمام. ومره على البحر في بحيره طبريه بعد قيامه. من هو اول شخص ظهر للمسيح بعد قيامه؟ مريم المجدلية. لماذا لم يعرفي تلميذي عمواس المسيح اولا؟ لان هما كانوا لسه مش مصدقين باللي بيحصل ومكلومين من صلب السيد المسيح وسمعوا بقيامة المسيح ولسه مش مدركين الحاجة. لكن لما المسيح كسر الخبز افتكروا وقت العشاء الرباني وشافوا اثار الايدين المسامير اللي في الايدين فعرفوا المسيح. كيف عرفت المزيع عمواس السيد المسيح وقت كسر الخبز؟ كيف عرفهما السيد المسيح نفسه ساعة كسر الخبز؟ عرفهما نفسه لما شافوا الجيل وأثر المسامير. متى ظهر السيد المسيح للتلاميذ وهم مكتملين أول مرة؟ ظهر لهم في العلية بعد القيامة على طول، بعد ما بشرتهم مريم المجدلية ويوحنا وبطرس، ولما راحوا شافوا الأكفان ورجعوا المسيح ظهر لهم. ما كانش توما موجود في الوقت ده، وده كان في عولية مرقس. كيف تقابل المسيح مع تلاميذه أول مرة؟ أراهم إيده وجنبه وقال لهم سلام لكم، ففرحوا إذ رأوا الرب. لماذا ظهر المسيح للتلاميذ في عولية مرة تانية؟ عشان خاطر توما الرسول ما كانش معاهم، وإن هو ما كانش مصدق فحب إن هو توما يشوف عينه ويصدق. لماذا طلب المسيح من التلاميذ أن لا يبرحوا أورشليم؟ عشان ينتظروا موعد الآن وحلول الروح القدس عليهم وياخدوا قوة من الروح القدس وتساعدهم على التبشير. إيه الترتيب اللي أوصى به الرب يسوع في الكرازة؟ أورشليم الأول وبعدين اليهودية والسامرة وأقصى الأرض. أين كان موضع صعود المسيح؟ في جبل الزيتون. ماذا حدث بعد الصعود مباشرة من السماء؟ ظهر الملاكين قالوا للتلاميذ إن المسيح اللي انتوا شفتوه هينزل مرة تانية في المجيء التاني وتشوفوه. تأثيره على التلاميذ، التلاميذ كانوا زعلانين، لكن بعد ما شافوا الملائكة والبشارة بتاعتهم اطمأنوا ورجعوا لأورشليم بفرح عظيم. دي كانت مراجعة على الوحدة الأولى الصف السادس الابتدائي، وهنراجع في الفيديو الثاني على الوحدة الثانية. معاكم باي باي.